أهلا بكم في ترند. لست وحدك، الحياة تتأثر بقرارك. هذه العبارة أرفقتها وزارة الصحة السعودية بالفيديو اللي انشرته عبر حسابها في انستغرام عن كيفية انتقال عدوى فيروس كورونا إذا لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية. نتابع. ما زال الإبداع في صناعة الكمامات مستمر في ظل انتشار فيروس كورونا في دول العالم. أما أحدث الكمامات وأكثرها تطور وإبعاد لمستخدمها عن الخطر هي كمامات كليو، اللي انتشر خبرها سريعاً في معظم دول العالم لأنها بحسب كلام مخترعيها مختلفة عن الكمامات العادية، فهي دائمة الاستخدام وشفافة وذاتية التعقيم ومزودة بمقياس لجودة الهواء وبمايكرو يسمح لمستخدمها بالتحدث مع نجس للاستماع، بالإضافة إلى إمكانية غسلها في غسالات الملابس أو الصحون، لأن مكونات الكمام وأجزائه تتحمل درجة حرارة تزيد عن 200 درجة مئوية. وجدته على عتبة باب منزلها عندما كان عمره أسبوعين، وها هو اليوم يبلغ من العمر 42 عام وما زالت تعتني به. هذه هي قصة ميس بيينغ البالغة من العمر 73 عام، واللي أصبحت حديث الشارع الصيني بعد انتشار قصتها مع ابنها بالتبني المصاب بالشلل الدماغي واللي اعتنت فيه طوال الأعوام السابقة، وكأنها هي من أنجبت. للحد من الانتشار الواسع للعدوى في مومباي الهندية، كشفت السلطات في المدينة عن خوذة ذكية تتيح قياس درجة حرارة عشرات الأشخاص في الدقيقة الواحدة، مما يعتبر رقماً قياسياً في هذا المجال، خاصة في مدينة يبلغ عدد سكانها 18 مليون. ومقارنة بالطرق التقليدية تستطيع الخوذة فحص حرارة 6000 شخص في ساعتين ونص، فكل ما عليك فعله هو أن تطلب من الناس الخروج من منازلهم وأن تقف أمامهم وستقوم الخوذة بفحص درجة حرارتهم في لحظات. شانتا باي باوار امرأة هندية تبلغ من العمر 85 عام، حصدت إشادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بعد أن انتشر لها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس مهاراتها في فنون الدفاع عن النفس بالعصا في شوارع أحد المدن الهندية أثناء الإغلاق لكسب المال لأسرتها، واللي يشمل الأطفال الأيتام اللي أخذتهم تحت رعايتها. نتابع. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر في حلقة جديدة من ترند. في أمان الله.